الآن بعد ما خلصنا الأربع مسلمات ننتقل على المسلمة الخامسة. إذا وقعت نقطتان في مستوى، هي صرت عايدة أكثر من مرة، يعني لو عندي نقطتين وقعت داخل مستوى، فأكيد النقطتين حسب المسلمة الأولى يوجد مستقيم وحيد يحويهما، فهذا المستقيم لازم يكون بأكمله داخل المستوى. ما بصير أتخيل يعني زي هيك إنه طالع برا. هناك في الرسم كان يوريني عشان بس أميزه مش أكثر. يلا المسلمة السادسة، إذا تقاطع مستويان مختلفان، وهي وريتكم إياها، فإنهما يتقاطعان في مستقيم. هياتا هاي مستويان مختلفان، لما تقاطعوا بإيش تقاطعوا؟ تقاطعوا بمستقيم الزهري، هذا اللي لونه برتقالي. طلع حياتهم. إذا يتقاطع الخطان بنقطة، يتقاطع المستويان بمستقيم. قصة القصة. يلا فكر، يتحدد المستوى الفضائي بأربع نقاط مختلفة، هي رقم واحد ثلاث نقاط لا تقع استقامة واحدة. بالله خلنا نطبقهم واحدة واحدة وعشان نجاوب على الباقيات، يعني خلنا ناخذ هون نحذف هذولا ونعيد من أول. ثلاث نقاط ليست على استقامة، شو بيحويها؟ بيحوي مستوى واحد. هاي اللي هو حكي لي، بقول لي طب جيب غيرها. غيرها أنا بقول لك شو غيرها، أعطيني خطين، خط مستقيم ونقطة خارجه يحويهما مستوى 100%. لو جبت خطين متوازيين يحويهما مستوى. لو جبت خطين متقاطعين، شوف خطين متقاطعين أيضا يحويهما مستوى. لاحظ ما بيطلع الخط برا المستوى، طلع كيف بيظلين على نفس المستوى، ما بصير خارج، ما بيعمل مستوى جديد، بيظلوا نفس المستوى. إذا صار عندي خطين متقاطعين، خطين متوازيين، نقطة خارج مستقيم ومستقيم، يعني ثلاث نقاط ليست مستوية. إيش كمان ممكن أتخيل؟ إنه ممكن يعملوا لي مستوى، يعني نعمل مستوى وحيد، توازي، التقاطع، طبعا التعامد أكيد، لأنه التعامد حالة خاصة من مين؟ من التقاطع أصلا. يعني هاي كلياتهم الحالات اللي أنا بقدر أفكر فيهن لحد الآن. إذن هنا شو بدنا نجاوب؟ بنقول خط مستقيم ونقطة خارجة عنه. طيب خطان متقاطعان، كمان خطان متوازيان. هاي ممكن الحالات اللي أنا أفكر فيها بيعمل مستوى واحد.